السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناه يوميات منى بنت الصعيد. النهارده بقى اليوم التالي او الثاني، المفروض ان المطر شغال وما شاء الله، يعني بصوا شايفين الفراخ، اللهم بارك. يعني بس حاسه طبعا ان تغيرات الجو في كده كم فرخ، حاسه ان هو كاشش، مش عارفه في ايه. اكيد طبعا من تغيرات الجو وكده، والمطر شغال دلوقتي، وامبارح برضو المطر كان شغال. اللهم صيبا نافعا، يا رب يا رب كرمنا كده، وسع رزقنا وهدينا يا رب، وهدي علينا يا رب، وباركنا في اولادنا. دعاء المطر ده بجد يعني دعاء مستجاب. كل طبعا اللي حابب يدعي دعوة يدعيها في المطر، ويا رب ان شاء الله باذن الله كده يحفظكم ويرزقكم ويبارك لكم كده في كل اللي ليكم، ويكرمكم كده ويديكم كل اللي انتم بتتمنوه. حبايبي اخواتي، اغلى حاجه في حياتي بجد والله، بحبكم في الله الذي احببتوني فيه، وانا بدعي لكم طبعا دعاء مستجاب في المطر. كل اللي يعمل لي لايك كده للفيديو، ربنا ان شاء الله باذن الله يجبر خاطره جبر كده، يتعجب ليه اهل الارض واهل السماوات والارض. انا حرفيا يعني بصراحه متلخبطه من موضوع المطر ده، مش عارفه بقى هو هيبطل ولا مش هيبطل. عموما يعني احلى حاجه في الموضوع بتاع المطر ده ان هو ما فيش شمس صراحه، بالنسبه لي انا وبالنسبه للفراخ مبسوطين ان هو ما فيش شمس، لان الفراخ كان زمانهم دلوقتي لو الجو شمس والشمس طالعه ودرجه الحراره عاليه، ما كانش زمانهم بيجروا وينطوا كده، كان زمانهم طبعا بينهجوا ومش قادرين ياخدوا نفسهم اصلا. وانا والله برضو ببقى زي الفراخ لما يكون طبعا درجه الحراره عاليه والشمس سخنه. فزي ما قلت لكم بصراحه انا بالنسبه لي المطر زي الفل، بس دلوقتي في مشكله بقى، المطر لا قدر الله يعني لو زاد الحوم اللي انا هخبز بيه هيتبل، والورق اللي انا هخبز بيه برضو ده هيتبل، مش عارفه الصراحه اعمل ايه. المهم بقى هنقوم دلوقتي نشوف بقى، نفض الرماد من الفرن علشان ايه، ابدا بقى اشيل الورق ده واحطه كله كده في الفرن قبل يعني ما المطر لا قدر الله يزيد ويبلوا اكتر. تمام، لايك وشير بقى للفيديو، واللي بتخبز زي كده في المطر تكتب لي في الكومنتات. يبقى الوضع على ما هو عليه، لسه المطر شغال، بس احنا برضو كده وهنكمل خبيز وهنكمل روتيننا على السطح. بس حابه طبعا انوه اني انا اقول لكم اني انا ان شاء الله باذن الله هنزل بقى بعد ما اولع الفرن اعمل اي حاجه كده تمنع الكشان للفراخ بتاعتي. تمام، واكيد طبعا هقول لكم عليها في نص الفيديو كده، وهقول لكم انا عملت ايه. وصفه ان شاء الله باذن الله سهله وهتعجبكم، موجوده في كل بيت، يعني حرفيا تغيرات الجو دي بيكون زي ما قلت لكم فيها ميكروبات في الجو، وممكن فيروسات وممكن امراض منتشره كده مع المطر، فلازم طبعا تاخدي انتي تحصيناتك. تمام، الحمد لله هم يعني الكتاكيت بتاعتي زي الفل زي ما انتم شايفين كده، والاسهالات خفت تماما منهم، بس رجعنا طبعا بتغييرات الجو، فاحنا لازم برضو نكون جاهزين لاي حاجة تحصل معانا او اي تغييرات تحصل معانا. تمام دلوقتي بس هجيب بقى السطح ده كله كده وهكنس السطح كويس علشان طبعا اخد الورق والزبالة كلها كده هأحرقها واحميها في الفرن، لاني حرفيا انا بصراحة انا اديلي يعني اكتر من اسبوعين ما نظفتش السطح خالص. هكنس بقى هنا برضو، هكنس هنا وانضف كويس، وهاخد بقى الزبالة دي كلها على الفرن. لايك وشير بقى الفيديو، وتشجيع طبعا منكم، واللي حابب طبعا يدعمني دعم مادي في طبعا سوبر سانكس لو انتوا حابين تدعموني دعم مادي. تمام،
اتمنى طبعا ان الفيديو او روتين النهارده على السطح ينال اعجابكم. تعالوا بقى نكمل الفيديو. اقول لكم انا اتاخرت ليه النهارده وما نزلتش الفيديو بصراحه بعد خبيز العيش الشمسي والمطر والوضع اللي كان الصبح. بعد ما نزلت العيال الكتاب نمت، راحت عليا نومه فعلا حرفيا. انا تعبانه اديلي اكتر من يومين ثلاثه كده مش بنام بليل كويس، فبصراحه يعني كنت خلاص فصلت. والعيال لما نزلوا طبعا لقيت الجو معايا كده هدوء وسحبت فعلا في النوم. انا نايمه من قبل العصر صاحيه بعد المغرب جد. المهم بقى دلوقتي حتى جوزي لما رجع من الشغل صحاني بيقول لي عملتي غدا؟ قلت له اه عملت غدا وعملت فطير مشلتت وعملت عيش شمسي والدنيا زي الفل، بس مالكش دعوه بيا. المهم بقى هو الراجل بصراحه برضه قال لي خلاص خليكي نايمه طول ما في كل حاجه. نمت وصحيت حرفيا لقيت المغرب يدا تقريبا. جاء حسين صحاني قلت يا لهوي الفراخ زمانها بتموت من العطش والجوع، لاني حرفيا من الصبح ما حطيت ليش يعني ما حطيتش ليهم ولا اي حاجه ولا ميه ولا اكل. فعلا جيت لقيت الميه بتاعتهم خلصانه وكمان الاكل يعني في دوب باقي بس كده في الاطباق بتاعتهم. قلت يلا مش مشكله. واحده جميله كانت بتسالني انا عندي فراخ بلدي عمرها 15 يوم ينفع احطها مع الفراخ الكبيره زيك؟ اه ينفع. هما نبص هيضربوا بعضيهم كده وهيتخانقوا على المكان اول يومين، لكن بعدين هيبقوا اسره مع بعضينا وهيعيشوا مع بعض زي الفل. زي ما انتم شايفين الفراخ البلدي والفراخ الكبيره هما كله بلدي وساسه كله مع بعضه، سايبه لهم السطح كده ايه ايجار مفتوح. المهم بقى اني كمان هقول لكم حاجه تانية، اصلا انا بطلت ابيتهم من ساعه ما عملت النور ده على السطح بالليل. يعني احنا دلوقتي جو بالليل، بصوا احنا دلوقتي تقريبا الساعه 9 بالليل. طلعت بقى بعد ما اكلت حاله كمان رجعت من كتاب جعانه اكلتها وقلت بقى انا اطلع. عملت طبعا المشروب علشان الصراحه الجو طبعا متقلب امطار وهواء وبرج ورعد وكده، فلازم طبعا تديهم مشروب تعملي لهم كده وقايه وتحصينات طبيعيه. ايه حنان المشروب؟ تعالوا بقى هنقول لكم ايه المشروب. احنا تقريبا يعني عملناه اكتر من مره معاكم على القناه، بس حرفيا كده مشروب سحري ده طبعا يا حنان. ايه انا ما صورتش لكم المشروب الصراحه وانا بعمله لان انا كنت كده كده مصوره قبل كده، فاللي حابب يعني يشوف طريقه العملان يروح طبعا يشوف الفيديوهات اللي قبل كده ان شاء الله باذن الله تلاقوه. طب يا حنان ايه هي دي او الكنكه دي فيها ايه؟ ده طبعا معلقه من الشاي، معلقه من الشيح، معلقه من الزعتر. هنا عندي طبعا السجايات الثلاثه، كل سجايه فيها لتر من الميه. انا طبعا الفراخ بتاعتي عطشانه جامد عطشانه جامد، وده طبعا المهم علشان طبعا يشربوا المشروب بتاعي ده ويستفادوا بكل القيمه الغذائيه اللي بتكون في المشروب. تمام. على القناه الثانيه في ناس بتشكرني طبعا نزلت الفيديو بتاع الفطير المشلتت، وفي ناس الصراحه حبت الموضوع. بصوا الطفل ده او الفتافيت دي طبعا هحطها له مع الاكل. دلوقتي بقى لتر ميه يعني 3 لتر من الميه، بس انا حطيت طبعا في السجايات كلها. ثواني طب ثواني بس لا تتكب عشان ما فيش ميه ثانيه. بصي اهي شوفي شطوره سبحان الله العيال كده يعني. المهم حالة دي بصوا حالة لولو يلا قولوا اعملوا لنا لايك. اعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك. برافو يا لولو. اقعدي عادينا يلا تعالي علشان ايه انا خلص تصوير الفيديو. المهم بقى المشروب ده يا حنان بيعمل ايه؟ بجد 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 المشروب ده تحفه اختراع كده، يعني يعتبر صيدليه كامله بتقضي على جميع الاسهالات، كوكسيديا، كوليستيريديا، كشاشان، خمول عند الفراخ بتاعته، الديدان. المهم ان الشيح اصلا عشبه احنا عارفين ان هي طارده للتعابين وللديدان ولاي حشرات. بجد يعني انا كان وصف لي وصفه الشيح دي دكتور بيطري لحلال. حالة كان عنديها ديدان واميبا وكده في بطنها وطفيليات، فوصف لي طبعا وصفة الشيح دي. فالشيح ده يا بنات والله حرفيا ممتاز سواء لينا احنا كبني ادمين او للطيور عموما. تمام. ينفع يا حنان للفراخ البيضاء؟ اه ينفع للفراخ البيضاء وينفع لاي طيور عنده. من عمر قد ايه؟ طيب من عمر العشر ايام افضل. تمام. يعني تستخدمي الشيح ده للطيور بتاعتك من عمر العشر ايام افضل. قبل العشر ايام اصلا هو ما بيكونش فيه اسهالات في الغالب، يعني ما بيكونش فيه كوليستيريديا وما بيكونش فيه كوكسيديا، وبرضه ممكن ما يكونش كمان فيه ديدان. فطبعا المشاكل بتبدا من 15 يوم الاولى. تمام.
يعني بعد ال 15 يوم الاولى ممكن تلاقي طبعا دخلتي كده في مشاكل ومتاهات، ممكن اسهال بسبب تغيير العلف، بسبب طبعا العوامل الجويه اللي احنا فيها دلوقتي، ممكن خنفره، ممكن دور برد. فطبعا كل الحاجات دي، والشاي مفيد جدا، والزعتر مفيد جدا جدا جدا، ولو معاكي ليمون كنت حطيتي. بس تقريبا انا كسلت ومش عارفه الصراحه كان معايا ليمون ولا لا. ليه كده يا لولو؟ ليه كده يا ماما؟ بصوا شايفين حلو؟ طب تعالي عشان دلوقتي مغيره لك هدومك. انفضي ايديك هنا في الارض، في الارض. بقول ايه فيكي؟ طب انا دلوقتي لو نزلت هتغسل ايديها تاني، هتبل الهدوم دي تاني. طب ينفع كده يا حلا؟ زعلانه منك انا. لا انا زعلانه منك بجد. شكرا يا ستي، مش هاخدك معايا بيت جدو. المهم بقى يلا نرجع للفيديو بتاعنا. بصوا انا حاله حرفيا اهدى واحده في اخواتها، بس لازم عينك عليها على طول، عينك في نص راسك كده على حاله، لان ممكن يعني تلعب في حاجه كده، يعني دلوقتي لعبت في زهره، الزهره دي بس من دلوقتي هروح ارميها، لان اصلا ما بستخدمش الصراحه زهره للهدوم. وتحت والله العظيم غرقت هدومها ميه، وانا برضو كنت مغيره لها ومحمياها امبارح، وهي غرقت لي بدل هدوم ميه، فاضطريت ان انا اغير لها تاني. الحمد لله على كل حال، ربنا يهديها ويصلح حالها. دلوقتي بقى هحط طبعا الشيح والميه والشاي والزعتر دول على بعض كده عشان يشربوا. زي ما قلت لكم الفراخ بتاعتي ما يتعطش. بقى هقول لكم حاجه مهمه جدا جدا جدا، ما تعمليهاش ابدا، ما تكبيش طبعا الميه اللي هي بتتبقى من الطيور او الميه الوسخه، يعني ما تكبيهاش خالص في المكان اللي انت بتربي فيه طيور او على السطح بتاعك. ليه يا حنان؟ بتعمل ريحه الصراحه مش حلوه خالص، وبتطلع طبعا غازات على الطيور، وده ممكن يسبب اسهالات ومشاكل معويه احنا في غنى عنها. تمام. في واحده كانت بتسالني سؤال كده، بتقول لي انت يا حنان ما نزلتيش الوصفه الاخيره بتاعت العلف. والله العظيم يا حبيبتي هوريكي، هوريكي بس عشان ايه تصدقيني. شايفه؟ بصي انا والله العظيم ادي عندي عيش مبل ناشف، وتحت العيش ده الحبوب اللي انا المفروض هدشها. بصوا بصوا تحت العيش ده المفروض الحبوب اللي انا هدشها، بس لما جوزي راح بيهم المدش مع الدقيق اللي انا طحنته، بتاع المدش قال له المدش فيه ملح، وطبعا عشان فيه ملح مش هينفع خالص اني انا ادش لك الحاجه دي، لاني ممكن لا قدر الله الطيور بتاعتك تتعب وتتنفخ من الملح وتموت. فلا طبعا احنا قلنا لما المدش بقى ينضف من الملح، وبعدين ان شاء الله باذن الله ايه ندشهم. انا دلوقتي بقى بعمل ايه؟ بستخدم من الدشيشه دي اللي هي دشيشه القمح للطيور بتاعتي. تمام. عشان انا طبعا خلصت علف، فبستخدم من الدشيشه اللي انا اصلا جايبها للعلف، واكيد طبعا هجيب تاني، هجيب تاني لما اجي اعمل وصفه العلف هجيب تاني. ايه يا حنان ده؟ ده الرده اللي هي بتاعت القمح، النخاله بتاعت القمح اللي جايبينها لي من المدش مع الدقيق، يعني مش مشترياها، لا دي من البيت. نحط عليها كده شويه بسيطين خالص من دشيشه القمح. اي اكل اكليه للفراخ بتاعتك وللطيور بتاعتك، والله مش هتقول لا، صدقيني مش هتقول لا، او هتاكل وتفرح وتنبسط وهتدعي له كمان. فانتوا بصوا ما تصعبهاش على نفسكم، اي حاجه اعمليها، سواء فراخ بيضه، سواء فراخ ساسو، سواء طيور عموما، يعني سواء بط، اي طيور عندك، والله لو كمان معاكي حمام واكلتيه من الدشيشه دي هياكل، مش هيقول لك لا. بصوا شايفين انا دلوقتي بقى هضيف التفل ده على الاكل. تمام كده عشان طبعا ايه يستفادوا بيه. ما شاء الله يعني القيمه الغذائيه بقى هتكون في الاكله دي جميله. وهم كده كده بقى انا حاطه ليهم الميه وحط ليهم الاكل عشان انا هنزل. تمام. اللي اول مره طبعا تشوف قناتي تنزل تحت الفيديو تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. حابه ان انا اشكر اي حد بيكتب لي كومنت بدعوه حلوه او يكتب لي كومنت بكلمه حلوه، شكرا جدا جدا من كل قلبي. ربنا ان شاء الله باذن الله يديمكم نعمه في حياتي، ويا رب ان شاء الله باذن الله اكون دايما عند حسن ظنكم. في كمان حاجه، اي حد طبعا كاتب لي سؤال، والله لو ما لحقتش ارد في الكومنت برد والله العظيم في فيديو. يعني دلوقتي انا رديت على سؤال في فيديو، في الفيديو ده اللي هي بتقول لي
ينفع طبعا احط الطيور الصغيره مع الطيور الكبيره عادي؟ اه ينفع. واحده كمان تانية بتقول لي مش عارفه يعني نسيت السؤال. المهم انا هعمل فيديو ان شاء الله باذن الله بكره ردي ان شاء الله يكون كله على الاسئله. هكتب الاسئله طبعا صراحة بكتبها في كراستي علشان طبعا ارد باستفاضه على سؤال واكون عارفه السؤال اصلا هو ايه، وما اظلمكوش ولا اظلم نفسي. تمام، لحد هنا طبعا يكون الفيديو بتاعنا خلص. كنت معكم حنان سيد من يوميات منى بنت الصعيد. مع السلامه يا اخواتي، باي.